السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مثال بسيط على الحساسية بتاعة السنسور بتاعنا. دلوقتي الرقم حوالي 1463. لو أنا جربت إن أنا أنفخ في السنسور بتاعي، هنلاحظ إن الرقم بيزيد. عملت زفير 3 مرات، هنلاحظ إن الرقم زاد ل 1633، ولو سبته كمان ثانية أو ثانيتين هنلاحظ إن هو بيزيد، لأن أنا بعمل تشيك على القيم أو اختلاف نسبة CO2 في الجو كل حوالي 2 أو 3 ثواني. النسبة بقت 1000 2300. طبعا أنا لو هنلاحظ إن هو خلاص بدأ إن الرقم هيبتدي يقل، ده دليل على إن السنسور عندي شغال. طبعا في حاجة اسمها كاليبريشن، ان انا بقدر عن طريق كوماند ببعته عن طريق اليو اي ار تي، اللي هي الاتنين بن زي ما قلنا، الار اكس دي والتي اكس دي، اعمل اتنين كوماند. واحد ان انا بعمل كاليبريشن او بعمل معايرة للسنسور بتاعي لنقطة الزيرو، و كوماند تاني ان انا اعمل معايرة لنقطة الماكس. المشكلة في المعايرة بتاعته اللي هو حسب المانيوال ان هو لازم تتعمل تقريبا كل 6 شهور، ان هو بيقول لان ده CO2 لازم عشان تعمل معايرة للزيرو سبان او لنقطة الصفر، ان انت لازم تحطه في نيتروجين لمدة 5 دقايق بحيث ان هو يزيل الجو او الهواء اللي هو بيتعرض له، ما يبقاش فيه CO2 خالص، بحيث اما انت تيجي تعمل كاليبريشن يقدر يظبط معاك الزيرو. ده طبعا مش متاح بالنسبة لي، فاحنا نتعشى من الله سبحانه وتعالى ان السنسور يكون شغال بشكل مظبوط. بس دي كانت تجربة السنسور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.